كان سخيا للغاية في حبه للخطاة والعشارين. دخل ليبيت عند رجل خاطئ، وكانت تهمته أنه يقبل الخطاة ويأكل معهم. انحنى على الأرض ولم يرفع عينيه ليد إنسانة أمسكت في ذات الفعل تزني، وحمل سائرا حتى تعب من السفر الماء الحي ليروي عطش من عاشت مع شخص ليس هو زوجها. كيف احتمل كل هذه الخطايا ولم يدن، وفي نفس الوقت نجده لا يحتمل قط المرائين؟ لماذا هذا التوبيخ العنيف؟ لماذا هذه الصرامة والكلام الشديد؟ لماذا يبدأ عظاته بعظة التطويبات للمساكين وينهي عظاته بعظة الويلات للمرائين؟ من هو المرائي في نظر المسيح؟ ماذا فعل رياءهم في أخلاقهم؟ وكيف أمات مشاعرهم وغلظ قلوبهم؟ كيف جرف عقولهم فغيب المنطق عنها؟ كيف كشف المسيح المرائين؟ وكيف يكشف موقفه من المرائين شخصيته البديعة؟ هذا ما سنعرفه معا في حوارنا مع الشباب. فأهلا بكم أحبائي في هذه الحلقة عن المسيح والرياء. مبهور عليا بجمالك وأنا بنظر ليك، لو عشت حياتي أختبرك وأتعرف بيك، ونزاد وحتى على عمري مش هيكفيك، لو قلت وكتبت أقلامي مش هيوفيك. متفرج أنت يا يسوع أعجابي زايد بيك، يا خسارة اللي ما داقك هيلاقي فين زيك. متفرج أنت يا يسوع أعجابي زايد بيك، يا خسارة اللي ما داقك هيلاقي فين زيك، هيلاقي فين زيك. أحبائي المشاهدين، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من المسيح الذي لم أعرفه. أرحب بكم يا شباب في حلقتنا النهاردة عن المسيح والمرائين. خلونا أقول لكم اللي عايزين نتعلمه النهاردة مع بعض. تخيلوا أن أنا طلبت من حد منكم النهاردة أقول له إيه رأيك مثلا في السلفيين، أو إيه رأيك في هذه الجماعة السياسية، أو في هذا المرشح السياسي، وأقعد أسمعك وأسمعك وأسمعك وأنت بتحلل وبتتكلم وبتوصف وبتقول رأيك. في الحقيقة ممكن قوي أكون فعلا أنا محتاج أعرف فكرة عن الحاجة اللي أنا سألتك عنها أو عن الشخص، لكن ممكن قوي كطبيب نفسي أكون عايز أعرف مين أنت وأشوفك بتفكر في الناس دي إزاي، كيف تحلل المواقف، ما هي مشاعرك، ما هو ضميرك، ما هو فكرك. الأسلوب ده عايزين نعمله النهاردة مع شخصية المسيح. المسيح فرد صفحات كثيرة وساعات طويلة من أحاديثه عن المرائين، فرد لهم وعظة كاملة في إنجيل متى أصحاح 23، كان خطابا مطولا يخاطب به المرائين، سموها عظة الويلات بالمقابلة مع عظة التطويبات. في كل موقف كان يواجه هذه الخطية بمنتهى العنف، حتى أنه عندما حذر تلاميذه حذرهم من أول خطية تحرزوا أولا من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. يعني أقدر أقول كان للمسيح موقفا خاصا جدا من المرائين. عايزين نقرب من شخصية المسيح اللي احنا بنحبه، عايزين نتعرف عليه اكتر ونكتشف جوانب في شخصيته من خلال نظرته واحاديثه وحكمه على المرائين. عايز ابدأ معاكم بتعريف للرياء. لما بتسمع كلمة مرائي، الصورة اللي بتيجي لذهنك؟ وخلوني ابدأ بعصام. يعني بيجي بذهني اختلاف ما بين جوه وبره. اختلاف ما بين جوه وبره. كريستين؟
أنا بحس اختلاف ما بين جوه وبره، عادة بيظهر مع المتدينين اللي هو عايز يظهر بصورة حلوة مع قدام الناس، لكن هو قلبه فعلا مش مع الله. يعني نفس الفكرة، انه قلبه مش مع الله لكن مع المتدينين صورته جميلة. حابب يظهر بصورة جميلة بس هو جواه مش جميل. بيظهر بصورة جميلة بس هو من جوه مش جميل. حلو قوي التعبير ده. يعني هو في انسان من جوه جميل. هو الجمال اصلا فود، هو جمال جوه، هو اللي بيطلع على بره والجمال اللي جوه بينضح. أكيد. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصالحات. فادي، إيه الانطباع اللي بيجي لك لما بتسمع كلمة مرائي؟ بحس أكتر كلمة مبالغة، يعني بيبالغ شوية في إظهار، يعني لازم يلفت الأنظار إليه، لازم يبين أنا موجود. يعني مش بس اختلاف جوه وبره، لكن في أي مجتمع كده ممكن تلاقيه ظاهر، يعني يعمل حاجة كده تلفت النظر إليه، يبالغ في ان هو يعمل حاجه هيك قد تكون صح، لكن عايز ياخد حاجه من الناس، عايز ياخد كلمه، عايز ياخد اي تقييم، اي كلمه مدح. متطرف ومبالغ، يعني عايز تقول مبالغ كده. مبالغ مش متطرف، على حسب بقى احتياج الناس. لو هو المجتمع بتاعه ده متدين وعارف ان هم بيحبوا التدين، فهيبالغ في مظهر التدين. بره غير جوه، مفيش جمال من جوه، وبيبالغ على حسب المجتمع اللي هو فيه لكي يكسب مديح أو تقدير. فدا، لابس أقنعة من القبح اللي جوه، مش عايز يبين القبح ده، فبيحط أقنعة كلها زيف مش حقيقة، مع إني حتى لو بان بقبحه هيقدر ويحترم أكتر. يعني في ناس ممكن تحبه على الرغم من قبحه. يسوع ما كانش بيقعد غير مع الناس القبيحة، الناس المزيفة ما كانش بيختار القعدة معاه. يعني لو واحد لابس قناع وجميل جدا بتقدر تحسيه؟ قوي، بيبان طبعا. طب ليه كل الناس ما بتحسش بيه؟ ناس كتيرة بتتخدع في القناع. كلنا بنمثل، وفي نفس الوقت الكنائس بتبيع لنا الفكرة دي برضو، انه الحد الكويس ده اللي هو طول الوقت كده مؤمن ومبسوط وفرحان بالرب. مش عايزين نبين ضعفاتنا، يحسن ما نبقاش من المجموعة الكنسية دي اللي هي بيتقال لها برافو وحلو وطلعي لقدام. شدينا الأقنعة كلنا. شدينا الأقنعة. شكرا. صامويل، ماذا تحمل لك كلمة الرياء والمرائي من انطباعات؟ أنا شايف إن المرائي شخص بيحاول طول الوقت يحصل على حب وقبول وإعجاب، لأن هو بيفتقر للحاجات دي جواه، بيبحث عن القيمة، عايز يظهر، متكبر. يبحث عن الحب والقبول بوسائل مشروعة أم غير مشروعة؟ للأسف بوسائل غير مشروعة. قواميس العربية بتقول عن المرائي في اللغة العربية أنه الشخص الذي يظهر فضائل أو عواطف ومشاعر هي في الحقيقة ليست موجودة في قلبه، يعني في داخله فارغ لكن من الخارج يظهر فضائل وعواطف جميلة وجذابة. الكلمة في اللغة اليونانية التي استعملها المسيح واستعملها كل كتاب العهد الجديد، مرائي، تعني ممثل مسرحي. فزي ما قالت فدا، هو شخص يلبس أقنعة، وكان فعلا الممثل المسرحي زمان في اليونان بيطلع لابس قناع علشان يقدر يؤدي الدور اللي هو بيؤديه. هذه التعريفات التي جمعناها من انطباعاتنا وجمعناها من القواميس، الحقيقة فوجئت انها تختلف، مش تختلف لكن قاصرة عن وصف المرائي كما يراه المسيح. فاحنا نقف قدام شخص المسيح من خلال بعض الأسئلة اللي استنى إجاباتكم فيها، وهنشوفوا كيف كان يفكر في الرياء، ليس لكي يعني ندرس شخصية المرائي، لكن لكي نرى المسيح كيف كان يزن الأمور، كيف كان يفكر، كيف كان يحلل الناس، كيف كان ينظر للناس. فهبدأ بأول سؤال. المسيح قال عن المرائين، إنجيل مرقس أصحاح 7، فأجاب وقال لهم: حسنا تنبأ إشعياء عنكم أنتم المرائين، كما هو مكتوب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أبدأ بعصام. عصام، المسيح استعمل كلمة المرائين ووصف بيها شعب إسرائيل لما بيكرموا الله بالشفاهم،
وقلبهم مبتعد عن الله. كيف كان المسيح يقيم الموقف هنا؟ أعتقد أنه كان بينظر للعبادة الشكلية اللي هي كانت بتقوم على مردات وأقاويل وكلمات وحركات اللي فرغوها من معناها وأصبحت بس مجرد كلام وأشكال وطقوس، لكن خالية من العلاقة بتاعة الحب أو العلاقة اللي فيها تواصل مع الإله. يقصد إيه قلبه مبتعد عني بعيدا؟ قلب الكتاب بيرمز للداخل الإنسان ولسلوكه كمان. سام سؤال كمان، المسيح بيقول هذا الشعب يكرمني، وهذا هو الرياء في نظره. إذن هؤلاء الناس كانوا يكرمون الله أم لا يكرمونه؟ في واقع الحال يكرموه، لكن بطريقة يعني هو مش بيفضلها، لأن هي هو أعتقد قصده على العبادة. فإذا كان العبادة إكرام لله ما حدش يقدر يختلف في كده، لكن الله بينظر لها في الآخر إن ده مش إكرام بشكل نهائي، لأن العبادة الكاملة هي عبادة من القلب. كانوا يكرمون الله بالشفاء، هل مطلوب منا أن نكرم الله بالشفاء؟ ليس فقط، يعني الشفاء وحدها مش كفاية، لكن هي واحدة من الوسائل اللي الله بيشوفها، لكن تترجم حال القلب. لكن إن انفصلت الشفاء أو كلامي عن قلبي، فأعتقد الموضوع ما تحولش الإكرام، تحول لمرآه وإهانة. شكرا يا عصام. المسيح ينزعج بشدة من شخص تنفصل العبادة عنده، عبادة الكلام عن عبادة الحياة. هناك أشخاص لا يتأخرون في الحقيقة في إكرام الله بالترانيم وأسمى التسابيح الشفاء، يقولون أقدس الكلمات، يعلون الله ويعظمونه بأحلى الكلمات وأقدسها، لكن القلب في الداخل يحوي أشياء أخرى. أنا أرى المسيح دائما منزعجا، أرى المسيح دائما مكتئبا عندما تضعه في مواجهة المرائي. وعلشان كده الحقيقة ما كنتش بشوفه مستريح أبدا عندما وجد مع المرائين، نظر إليهم حزينا بغضب على غلاظة قلوبهم، أو نظر إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوبهم. تراه غاضبا، تراه حزينا، ثم انفجر في نهاية حياته بعظة الويلات. ولم أسمع من فم المسيح كلمات أشد وأقسى مما وجهه للمرائين. لم يقل أبدا للعشارين والزنات والخطاة ما قاله للمتدينين المرائين عندما يقول: أيها الأغبياء، يا أغبياء، أيها الفريسي الأعمى، يا جهال وعميان، يا أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لم نرى المسيح أبدا في هذا المود، في هذا المزاج، في هذه الحالة، إلا في مواجهة المرائين. دعونا نكون فكرة عن شخصية المسيح، أنه ينزعج بشدة عندما تنفصل الشفاه عن القلب، وتصبح الشفاه منتجة، ويصبح القلب خاملا دنسا بينما تنطق الشفاه بأقدس الكلمات. سؤال لي كفادي، موقف تاني المسيح بيقول فيه للكتبة والفريسيين المرائين في متى 23 عدد 28، بيقول لهم: هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحنون رياء وإثما. بالتواصل مع الفكرة الأولى اللي حضرتك قلتها، إن المرائي حب إن هو يطلع من دائرة رضا الله، يعني من دائرة إن الله يبقى راضي عنه، لسبب بسيط ان الله مش بيرضيه الكلام اللي من بره لانه بيرضيه القلب. فبعد ابتعد عن الدايره دي ودخل في دايره رضا الناس. ليه محتاج لرضا الناس؟ عشان تريح لي ضميري، وعشان تخليني امشي في السكه بتاعتي، في الخطيه بتاعتي، وفي نفس الوقت احس ان ربنا راضي عني من رضا الناس. بغض النظر عن رضا الناس علي، انا شخص منقسم من الداخل مملوء رياء واثم، ومن الخارج اظهر للناس بارا. هذه الحاله حاله مريحه؟ يعني الإنسان اللي يعيش في هذا الوضع يبقى عايش سعيد؟ بالتأكيد لا، لأن هو هيكون عايش ازدواجية، بس لأن لما يشوف غيره من الناس برضه هو بيعمل كده، فمفيش فرز. مين اللي يفرز إن ده مرائي أو ده مش مرائي؟ لكن في علاقته مع الله في فرز، في نور بيتسلط عليه، هو بيبتعد عن النور ده خالص،
وبنضحك على بعض بقى احنا واحنا والناس. هرب من محضر الله واكتفى بأن يحظى برضا الناس. كيف ترى المسيح الذي يرفض أن يكون هناك شيء في الداخل يختلف عن الشيء في الخارج؟ الشخصية دي تقول عنها مش يمكن تكون شخصية متصلبة، يعني شخصية شوية متطرفة؟ وممكن يكون العكس، إن هو نفسه كده، يعني هو الداخل زي الخارج، فعشان كده هو يعني هو شخص هوموجينيوس، يعني ماشي الداخل زي الخارج، فعشان كده الاستثناء لما بيشوف حد من الناس الداخل غير الخارج ده هو اللي بيبقى مرائي. لكن هو كان شخص سوي جدا، فالداخل زي الخارج، فعشان كده قادر يكشف العكس، قادر يكشف الاستثناء، لأنه كان متسق مع نفسه. ده اللي انت عايز تقوله، كان داخله أبيض كخارجه، كان من الداخل والخارج شيء واحد، فكان ينزعج بشدة عندما يرى شخصا غير متسق مع نفسه. فدا أقرأ لك كمان حاجة تالتة المسيح وصف بيها المرائين، بتقدر تدينا مش بس وصف للمرائين لكن تدينا انطباع عن شخصية المسيح. لما المسيح دخل المجمع في يوم السبت في إنجيل لوقا أصحاح 13 وشاف المرأة المنحنية، الراجل رئيس المجمع اعترض بشدة وقال لهم هي ستة أيام تعالوا واستشفوا. فوجئنا، دي خناقة، تخيلي المسيح ضيف في مجمع ومدعو انه يعني مثلا يقول وعظة ولا حاجة، بس هو راح وشفى، وبعدين رئيس المجمع احتج على شفائه، فهو راح مواجه رئيس المجمع وقال له يا مرائي، قدام الناس، يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثوره أو حماره من المذود ويمضي به ويسقيه؟ وهذه وهي ابنة إبراهيم قد ربطها الشيطان 18 سنة، أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ هذا الشخص اللي هو رئيس المجمع عمل موقف معين خلى المسيح يوصفه أنه مرائي. كيف ترين رئيس المجمع في هذا الموقف؟ وكيف ترين المسيح في وصفه له بالرياء؟ بيفضل حاجة عن حاجة. أيوة، إيه بقى الحاجة اللي بيفضلها عن حاجة؟ الحاجة العادية أنه يقف ويعلم ويروح يعني يكون في المجمع وفي الهيكل يوم السبت، لكن مش أنه يشفي حد. يعني هو الراجل بيقول لها أنت عندك 6 أيام تعالي استشفي، ما حبكتش يعني يوم السبت تيجي وتخف يوم السبت، فالراجل يعني بيطلب حاجة وحشة. ما هو أولوياته مختلفة عن أولويات الله يسوع. طب ما يمكن أنا أشوفه راجل طيب وأمير وبيدافع عن حقوق ربنا. مين أنا عشان أدافع عن حقوق ربنا؟ هو مش ربنا اللي عمل السبت وقال يا جماعة ما تعملوش حاجة يوم السبت؟ الست دي جاية يوم السبت عايزة تخف، أنا بدافع عن حقوق ربنا، حق الله يا عالم، حق الله، بنطالب بحق الله، ده حاجة تزعل؟ حاجة زعلته. قد نكون بنبان يعني بيبان ان هو بيطالب بحقوق الله، لكن هو أبعد ما يكون عن نظرة الله للمرأة دي. عظيم. ليه شفتي ان الراجل ده وهو بيبان انه بيطالب بحقوق الله أبعد ما يكون عن نظرة الله؟ السبت تعمل للناس، ما تعملش يعني لكونه السبت، وفي نفس الوقت هي احتياجها هنا والآن أن هي تشفى. هل تظني أن حقوق الله تتعارض مع إشباع احتياجات الناس؟ لا، إحنا لو ركزنا قوي هنلاقي حق الله واللي بيبحث عنه أن هو يشبع احتياجاتنا العميقة اللي حتى مش باينة قدام الناس. إمتى نفهم كده؟ نفسي نفهم كده يا فدى. لا يمكن يكون حق الله متعارض أو متناقض مع احتياجات البشر. هذا ما يراه المسيح. المسيح يرى لا تعارض بين حق الله واحتياجات الناس. الدين يرى أن حق الله ربما هو في قهر الناس. عشان كده ممكن أقول أن الدين في صورته الشكلية الكاذبة اختراع شيطاني، لأنه يقهر البشر تحت شعار جميل وضخم اسمه حق الله. هذا الرجل المرائي كشفه المسيح، فضحه المسيح عندما بيّن أنك تبدو أنك تدافع عن حقوق الله، وفي الواقع لا يمكن أن تكون حقوق الله على حساب حقوق البشر واحتياجات البشر. هناك تناغم في ذهن المسيح. هذه الشخصية السوية الجميلة كان بداخلها تناغم واتساق،
ليس فقط بين الداخل والخارج، ليس فقط بين الشفاه والقلب، لكن هناك اتساق بين حقوق الله ومطالبه وبين احتياجات الناس. شخصية سوية. صمول هرجع لك بالسؤال لكن بعد الفاصل. أحبائي ابقوا معي بعد هذا الفاصل لكي نواصل حديثنا عن المسيح والمرائين، كيف كان يراهم المسيح وكيف نكون فكرتنا عن شخصيته من خلال نظرته وحكمه على المرائين. ابقوا معي أحبائي، أرحب بكم مجددا في هذه الحلقة المسيح والمرائين، وأبدأ بالسؤال لصمول. صمول، حديث المسيح الأخير في متى 23 وجه هذه العبارات للمرائين، قال لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. لكن في الأول وهو بيتكلم عن أنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. حكاية أنهم يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، طبعا دي لغة بلاغية أدبية، يعني استعارات، مفيش حد هيبلع جمل. من هو المرائي من وجهة نظر المسيح في هذه العبارات؟ وبعدين هرجع لك بالسؤال الثاني، ومن هو المسيح في نظرك عندما يرى المرائي بهذا الشكل؟ شخص عنده سوء تقدير. سوء تقدير. تقدير يعني بيشوف انه البعوضة تعدي لكن الجمل ما يعديش، وعنده اسبابه، هو شايف انه البعوضة في ايديا منعها لكن الجمل ممكن يكون اكبر مني ما اعرفش يعدي. بيوجد لنفسه مبررات عندما يرتكب الكبائر لكنه في منتهى الحزم مع الصغائر، وبناء عليه انت وصفته انه شخص عنده سوء تقدير. انت لطيف جدا يا صمول، يعني بنحاول رقيق يعني يا اخي انا يعني الراجل بيبلع جمل وانت بتقول هو عنده سوء تقدير. يعني راجل، انت عارف يقصد ايه المسيح انه يبلع جمل؟ يعني بيعمل مصيبة سودة، بيقتل مثلا ولا بيزني ولا بيحطم حياة إنسان، بس في نفس الوقت هو الحقيقة لا يمكن أبدا يقبل إنه يأكل من غير ما يغسل إيده، لألا وهو ماشي في السوق تكون إيده لمست واحد أممي فتنجس. إحنا لما كنا بنتأمل في القصة العجيبة بتاعت يوم السبت، المسيح سألهم سؤال في منتهى الذكاء، قال لهم: هل يحل فعل الخير أم فعل الشر في السبت؟ مرة ابني قال لي، وده سؤال يسأله المسيح، يعني ايه يحل فعل الخير أم فعل الشر؟ السؤال المفروض يكون غير كده، هل يحل العمل أم لا يحل؟ فألزمني أن أفكر في النص، فلقيت أن المسيح عنده وجهة نظر رهيبة، أنه في يوم السبت اللي استكتروا عليه أنه يشفي إنسان، هم أباحوا لأنفسهم أن يفكروا في قتله، فهم ما عندهمش مانع أبداً يقتلوا المسيح يوم السبت أو يفكروا بالقتل في يوم السبت، بس الحقيقة عندهم ألف مانع أن المسيح يشفي إنسان في يوم السبت. وبعدين يبقى سوء تقدير يا صمول. هو يا دكتور أنا مش لاقي كلمة تعبر، يعني هو ممكن يكون شخص عنده مثلا نفاق. أنا مقدر مشاعرك النبيلة صدقني، ومقدر لطفك ومقدر محبتك، بس أنا برضو عايز أتعلم معاك حاجة. عندما يكون المسيح حازما وعنيفا لا ينبغي أن نكون لطفاء وحلماء. في مواقف تستدعي أن نكون حازمين. هما ممكن يكونوا يا دكتور، يعني الشخص المرائي ممكن يكون بيعاني من عمى، هو بيعمى عن أخطائه هو الشخصية، لكن لأنه دايما عنده إنكار أنه تكون الغلطة نبع من جوايا، وده اللي بيقوله النص هنا في تحديدا، أنه الغلطات اللي نبع من جوايا اللي هي الجمال ممكن تعدي، لكن الغلطات اللي جاية من بره زي المثل اللي حضرتك قلته أنه لمس واحد أمي فتنجس، هو كده الغلطة جاله من بره. أو إن المسيح شفى واحد يوم السبت نموته، فنموت دي ما فيهاش حاجة، يعني نقتل شخص بريء ما فيهاش حاجة، بس إن هو يشفي واحد تعبان لا، دي فيها ألف حاجة، عشان هو اللي غلطان. لكن لما أكون أنا غلطان مش مشكلة، لأن ده نابع برضو من إن أنا منحصر في نفسي ومهتم بنفسي وبأله نفسي، فأنا مش بحاسبها وبنقي من خارج الصحفة ومن جوه ملقان خبث وفساد ودعارة زي ما بيقول الكتاب. هذا خداع وكذب مقصود، أشخاص يكذبون على أنفسهم ويبررون لأنفسهم فعل الشر
ويعطون لأنفسهم الحق أن يفعلوا كل الشرور في الآخرين لكن مع أنفسهم في منتهى التساهل، شيء مخيف. أرجع تاني لكريستين وأقرأ لك موقف تاني من مواقف. أنا عندي تعليق بس على الحكاية دي، أنا عمالة أسأل نفسي طول القعدة يعني الرب لطيف فعلا، فشمعنى مرائين اللي قاعد بيتكلم معهم بصراحة كده؟ بس أنا حاسة أن هو من لطفه برضو بيتكلم معهم بصراحة كده، لأن الرياء ده يعني أنا حاسة أن هم ليه مرائين، هم عايزين يكونوا أبرار، فلقوا أن مقياس الرب للبر ده حاجة عالية قوي، فقالوا طب مقياس الناس أقل، فنحن بقى أبرار في عينين الناس، فموتوا ضميرهم. فلما موتوا ضميرهم خلاص ما بقاش في مجال التوبة، مش هيقدروا يرجعوا يتوبوا لأن ما فيش، فعشان كده الرب عايز يصحي ضميرهم تاني، يعني برضو من اللطف بيصحي ضميرهم تاني علشان ارجعوا فوقوا لنفسكم عشان تقدروا تتوبوا، يعني ده من لطفه برضو. شكرا. يعني مرات كتيرة يكون العنف كما يمسك الجراح بالمشرط ويقطع من كثرة الحب وليس قسوة قلب، مش كده؟ يعني لطف الله يقتادك إلى التوبة، هذا اللطف قد يكون عملية جراحية. فيعني أنت عايز تقولي أن المسيح كان يصدمهم بكلمات صعبة لعلهم يستفيقوا من الخداع اللي خدعوا به أنفسهم. يا دكتور موافق. يعني بنلاقي أنه على العكس المسيح مع أشر الخطاة وأكثر الناس خطاة ما كانش عنده مشكلة ولا كان بيتعامل بقسوة، لكن مع أبسط الأخطاء اللي احنا ممكن نعديها بس فيها نوع من الخداع كان بيبقى قاسي جدا. فواضح انه مش هينفع الناس يتعامل الا بالاسلوب ده، عشان مش حاسس ان هو مريض، فهو اي شخص مريض هيجي مهما كان مرضه هيشفيه. بس اعتقد مشكله المرائين في حد ذاتها ان هي شخص بينكر مرضه فصعب شفائه. اللي تحب تكونه زي المسيح في النقطه دي، شجاعته في المواجهه. يعني اوقات احنا بنطبطب على الناس ديت، ما تبقاش حنين في كل الاوقات، ما تبقاش بتطبطب في كل الاوقات. في ناس بس تبقى محب في كل الاوقات. محب في كل الاوقات طبعا، لكن كان المسيح محبا. طبعا، لكن محبته مع المرائين ليها شكل القسوه في اوقات، لانه بينكر مرضه، فزي ما يكون شخص مريض ومش حاسس، فبتضطر تفوقه، تقول له فوق. شفت حد بيتعالج بالصدمات يا عصام؟ سمعت يا دكتور، سمعت. لو شفت المنظر بتاعنا واحنا بنعالج مريض نفسي بالصدمات يصعب عليك، مع احترامي للعلاج بالصدمات لانه نافع جدا، وفي بعض المواقف لا يصلح الا العلاج بالصدمات. ولو شفت واحد بيعالج طبيب قلب، هما بس اتنين اللي بيعالجوا بالصدمات، طبيب النفسي وطبيب القلب. انا عارف القلب لكن عارفش النفسي دي خالص. لا، النفسي احنا بنعمل صدمة على المخ، وطبيب القلب بيعمل صدمة على القلب. ولو شفت هو بيعمل الصدمة على القلب احيانا بيديله يعني زغدة رهيبة كده في صدره علشان يصدم القلب فيخليه يقوم. فالعلاج بالصدمات علاج شرعي ونابع من الحب وليس أبدا قسوة قلب. كريستين، المسيح وهو بيكلم المرائين عجيبة قوي في عزة الجبل، بيقول له أو كيف تقدر أن تقول لأخيك، دي فلوقة بيقولها، دعني أخرج القذى الذي في عينك وأنت لا تنظر الخشبة التي في عينك. يا مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. الرب هنا بيصور المرائي أن في عينه لوح خشب، بس هو الحقيقة عايل الهم قوي، لأن في أخ ليه عنده في عينه يعني بتسموها إيه؟ سلاية، شراتة، مش عارف، حاجة كده رايش. فهو منزعج جدا على اللي في عينه رايش كده، وهو في عينه خشبة، لوح خشب. هذا الوصف الكاريكاتوري، هذا الوصف اللي فيه بلاغة أدبية يجوز استعمالها في الحديث وفي اللغة عموما، عايز يقول إيه المسيح عن المرائي؟ احنا لما كنا ندرس بلاغة كان نقول تشبيه بليغ، يعني هو فعلا تشبيه بليغ، لان انا كمان سمعت يعني رأي بيقول ان الخشبة دي هي روح الادانة نفسها، يعني روح الادانة دي رب اعتبرها خطية كبيرة زي الخشبة. بس هو برضو تاني المرائي مش عايز يواجه نفسه بنفسه، فبيبص على اللي قدامه، مع ان الناس كلها شايفة ان الخشبة دي اكبر من القذى، هو بقى شايف ان القذى دي كبيرة قوي ومش شايف الخشبة اصلا كانها حاجة ما تتشافش. يعني هو عنده خطية رهيبة جدا اللي هي روح الادانة زي ما انت بتقول يا كريستين كده، بس هو مش واخد باله من ان روح الادانه دي مصيبه سودة كبيره عامله زي لوح الخشب، وهو مشغول جدا ان اللي قدامه ده
مش مظبوط في الحتة الصغيرة دي. هذا النوع من الشخصيات انت بتشوفيه سوي؟ لا اكيد لا. لو كنت درست شوية علم نفس قليل او يا كريستين تعرفي ان في حاجة بيسموها الاسقاط projection، ان كل ما استشعر الخطأ في ذاتي وضميري يؤلمني اسهل حاجة اعملها، كون الضمير بيؤلمني دي نعمة زي نعمة الإحساس، المفروض أن في الحالة دي أصرخ إلى الله، اللهم ارحمني أنا خاطي الحقني، وهلاقي منه الحب والحض اللي كنت بتكلم معاك فيها صامول بالمرة. بقى ده برضو نوع من الديفنس ميكانيزمز أو الحيل الدفاعية، بنسميه التجريد الانتقائي أو بالإنجليزية سيلكتيف أبستراكشن. الشخص ينتقي شيء، أن يعشر النعنع والشبث والكمون، ودي حاجات كانوا يزرعوها مش في الغيط، يزرعوها في البيت في الجنينة من وراء في البنك. كل واحد فيهم كان عنده جنينة صغيرة كده يزرع فيها الحاجات دي، بس الحقيقة هي حتة قد كده، لكن كان حريص جدا انه يطلع العشر ويديه ربنا، بس ما عندوش مانع انه يتشاور على المسيح لكي يهلكه، وما عندوش مانع انه يجرجر ست غلبانة في شوارع أورشليم ويفضحها قدام كل الناس ويصل بها إلى المسيح ويقول له موسى أوصانا أن مثل هذه ترجم. هذا التجريد الانتقائي هو أن تنتقي شيئا خفيفا لطيفا تستطيع أن تفعله، تعطيه كل القيمة، فإذا فعلته فأنت قد فعلت كل شيء، ومن لا يفعله فهو مجرم ويستحق الإدانة والموت. المسيح كان لا يتحمل الحيل الدفاعية لأنه كان يحب الإنسان، كان يريد أن يكسر دائرة الإنكار الجهنمية ويخرج الإنسان من خداع النفس، وكان يقدم للإنسان حضنا مفتوحا ووسادة مريحة جدا إذا كشف نفسه وإذا اعترف بخطئه، لكنه كان في منتهى الحزم مع من يدورون في دائرة الإنكار. فدا موقف تاني من مواقف المسيح تدينا فكرة عنه، إنجيل متى أصحاح 16 بيقول الرب للناس إنكم فريسيين، يعني بيقولهم إن أنتم بتعرفوا تميزوا وجه السماء وجه الأرض والسماء. أنتم لما بتشوفوا في الصبح إن السماء يعني شكلها كده مغيب معين بتقولوا إن ده هيبقى شتاء، لو السماء محمرة بعبوسة تقولوا ده يعني هيحصل كذا وهيحصل كذا، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، أما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. أسهلك الآية دي وبعدين أخذ رأيك في وجهة نظر المسيح. الحقيقة هو لما جه ما عملش قليل، عمل كل حاجة تخلي لما بيفهمش يفهم أن الشخص ده ابن الله والشخص ده هو المسيح. هو قال كده لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد ما كانت لهم خطيئة. ما قصرش في أن يقدم الأدلة، بس شيء غريب جدا أنهم شافوه ببعلزبول يخرج الشياطين، وشافوه مختل العقل، وشافوه ليس من الله، ويقولوا للراجل اللي كان مولود أعمى بص من الآخر كده نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ، هو خاطئ. الراجل كان جميل جدا، قال لهم إن في هذا عجبا، أنا الحياة في ذهول. بعدين بص المنطق الجميل بتاع الراجل، قال له منذ الظهر لم يسمع أن أحدا فتح عيني مولود أعمى، ونحن نعلم أن الله لا يسمح للخطاة. يعني عندي فرضيتين، فرضية الأولى أن ربنا ما بيسمعش لحد خاطئ، فرضية الثانية أنه عمر ما حد فتح عينين واحد مولود أعمى. الشخص ده فتح عيني فكيف يكون خاطئ؟ كيف سمع له الله وجعله يفتح عينه؟ فطلع بكونكلوجن بديعة، لو كان هذا خاطئا ما قدر أن يفتح عيني. المنطق لا يصد ولا يرد، فكل اللي عرفوا يعملوا راحوا شتموه وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وتعلمنا، فشتموه وأخرجوه خارج. هل هذا الشخص يصلح أن يكون خاطئ؟ هل هذا الشخص ببعلزبول يخرج الشياطين؟ هل هذا الشخص مختل العقل؟ يعني هل الأمر هنا يحتاج إلى
بصيرة روحية غير عادية لكي أميز وأحكم عليه حكم صحيح؟ محتاج بصيرة، لأنه هو كان بيقعد مع الخطاة والعشرين والزواني، فيعني إزاي أميز أنه هو بار وقاعد مع خاطي؟ النهاردة لما بقعد مع واحدة أيا كانت شكلها إيه، وأول مرة تدخل الكنيسة، أول حاجة بتقال إيه ده؟ هي فدا مش تنقي أصحابها برضو. عظيم، بس خدي بالك أنت عملتي إيه؟ عملتي شيء نبيل. قعدتي مع مين؟ أنت ما عملتيش حاجة غلط، أنت قاعدة مع حد غلط، لكن أنت ما عملتيش حاجة غلط. يسوع قعد مع الناس الغلط لكن ما عملش هو حاجة غلط. من ناحية تانية، أن كل اللي قالوه الناس مع اعتراضي على اللي قالوه هي فدا مش تنقي أصحابها، وده يسوع على فكرة ما ردش عليه بعنف أبدا، يعني قالوا يقبل خطاط ويأكل معه محبا للعشرين والخطاط. تعرفي رد عليهم بإيه؟ بمثل الخروف الضال والابن الضال، وكان قصده جميل. قال لهم لا، أنا مش بقبل الخطاط لما يقولي، ده أنا اللي بروح أدور عليهم، أنا مش بستناهم هم يقولي، ده أنا اللي بروح أدور عليهم. فرد بمنتهى الحب ورد بمثل جميل، لكن إحنا قدام حادثة إنه لما قعد مع العشرين والخطاط وشفى الناس المساكين قالوا بيبقى على زبول يخرج الشياطين. فهل الناس دول عندهم عذر في لخبطتهم؟ لا، ما عندهمش عذر. عندهم حالة من العمى، عندهم حالة من التشوه. أنا ده اللي عايز أقف معاكم قدامه، لأنه في منتهى الخطورة. اسمعوني يا شباب في الأمر ده، وأتمنى أحبائي المشاهدين ياخدوا بالهم. إذا تمرنا كثيرا على تشويه وعي الناس من جهتنا، سيتزيف ويتشوه وعينا إحنا من جهة الناس، ودي أكبر جريمة نرتكبها في حق أنفسنا. نصبح عميان، لا نرى الحقيقة، يتشوه وعينا. يبقى أمامي الشخص القدوس وأقول عليه به بعل زبول، به شيطان. يبقى أمامي النور وأقول عليه ظلام، ويبقى أمامي الظلام وأقول عليه نور. كيف يصل الإنسان إلى هذه الحالة المزرية؟ عندما يتمرن على تشويه وعي الناس من جهته، يعني عايش طول عمره عايز يوصل رسالة لفدا عشان تشوفه بطريقة معينة، وبعدين أروح لصامول وعايز أزيف وعي صامول وأخليه يشوفني بطريقة اللي أنا حابب أن صامول يشوفني فيها. عايز أخلي عصام يشوفني بار، عايز أخلي كريستينا تشوفني قديس، عايز أخلي فادي يشوفني ما بغلطش، أزيف وعي الناس. تكون النتيجة أن وعي أنا في النهاية يتزيف ويشوه، ولا أرى الحقيقة وأصل إلى حالة من العمى، لكنه يا ليته عمى طبيعي. قال عن العمى الطبيعي المسيح: لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية. يا ريتكم كان عندكم ضعف في البصير، يا ريت المسألة زي ما فدا قالت أنا غلبانة وبتلخبط. خدتوا بالكم من اللي قالته؟ أنا مرات كتيرة ما ببقاش فاهمة، ده إقرار وشعور بإني مش شايف. هذا النوع من عجز الرؤية المسيح يشفيه بكل الحب، لكن عندما أتمرن قاصدا عمدا على جعل الناس يرونني على غير حقيقتي، أصل أنا في النهاية إني لا أرى الحقائق مطلقا، وهذا العمى عمى أنا جلبته على نفسي، وأكون أعمى وأنا أظن أنني مبصر. هذه كارثة كبيرة. المسيح في رؤيته للمرائين الحقيقة كشف الكثير عنهم، لكن أيضا كشف الكثير عن نفسه. ده اللي حابب أسمعه منكم في الآخر، كل واحد في نص دقيقة يقول لي حابب يسوع ولا زعلان منه، مرتاح له ولا خايف، شاعر بإيه بعد ما شفت موقفه من المرائين. هبدأ بفادي. نفس رد فعل التلاميذ، والمسيح بيقول لهم تحرزوا من خمير الفريسيين. الموضوع صعب، والموضوع محتاج بصيرة ومحتاج اجتهاد. وأنا كنت داخل الحلقة فاكر أن المرائين دول هم الاستثناء اللي موجودين، اللي اكتشفت بالتعريف ده هم الغالبية، يعني هم الأكثرية في المجتمع. الحاجة التانية اللي مش تخليني أخاف، أن أنا كل ما أقرب منه
وكل ما اشوفه هو الشخص اللي هو كان القلب زي الشفاه واللي جوه زي بره، وكل ما اعيشه كل ما ههرب من الصوره المرائيه حتى لو كانت في المجتمع، حتى لو كان في مجتمع ديني، وكل ما هكون اكثر تشبه بيه، كل ما هكون اكثر هيديني راحه ضمير حقيقيه وهيديني مجد حقيقي مش بتاع الناس، وهكون حقيقي. يعني انا نفسي اكون حقيقي مش مزيف. عصام مبسوط قوي من ان احنا شفنا ان هو شخص سوي، وعشان كده نفسه الناس كلها تبقى زيه. فاذا عرفنا الرياء ان هو الخارج غير الداخل، فشخص المسيح هو احلى مثال لينا انه نتعلم منه النقاء وان يكون جوه زي بره. فنقطه ثانيه ان انا امتحن نفسي، يعني انا نفسي ان انا اقول ده دلوقتي قدام الناس انه لازم كل مره نمتحن نفسينا، لالا يكون فينا انا شخصيا الموضوع دوت، انه اكون بشوف غيري بعيوبي. ودي حاجه يمكن عرفنا انها ممكن ما تبقاش مفهومه او متشافه، لكن بتحتاج ان ربنا يواجهني بيها. بصلي انه يصدمني بالصدمه اللي حياتك قلتها، ويصدم كل اخواتي اللي ممكن يكونوا مخدوعين بحاجه زي كده. صامول انا بقول يا ريت المسيح عايش سنه 2012 في مصر، لانه بيتهيألي مجتمعنا محتاج قوي لشخص زي شخص الرب يسوع بمحبته وبحزمه، الحزم اللي يصدمني والحب اللي يلحقني لما اتصدم في نفسي، ويديني راحه ان انا اظهر على حقيقتي بدون خوف، واقلع كل الاقنعه واتنازل عن كل الدفاعات واعيش صامول ببساطه. كان هناك في الريسي مخلص شاول الطرسوسي، صدمه المسيح واسقطه على الارض، بس كان كل الحب وكل الرقه لانه كان الشخص ده مش مرائي. مش ضروري ان الواحد يكون الفريسي انه يكون مرائي. وانا معاك يا صامول، يسوع لما بيظهر احيانا نوره المبهر اللي يوقع واحد على الارض بيكون قصده يمسك بايده. فدا شفت يسوع ازاي في هذه الحلقه؟ قدرت استشف انه يسوع لغه الحب عنده هي الشفافيه ونقاء القلب والبساطه. الشفافيه ونقاء القلب والبساطه، لا تركيب، لا تركيب، لا داخل وخارج، هو بسيط، وحده واحده. كريستين انا عجبني ان الرب كان عنده روح القانون وعنده قانون، يعني هو يعني مش بس بيطبق القانون زي رئيس المجمع مع عمر، لكن هو عارف مين الوضع القانون. فهو انا نفسي ابقى كده كمان، مش بس التزم ده صح ده غلط، لكن اكون ملتزمه بالله، الله عايز ايه. ناحيه تانية طبعا ان اكتشفت المسيح فعلا حقيقي، يعني عليا ان انا اكون حقيقيه علشان اقدر اشوفه، مش هقدر اشوفه بكمال حقيقته الا اذا كنت انا نفسي حقيقيه مع نفسي. وبطلب ان رب يعني يديني شجاعه اني اواجه نفسي بالاخطاء، واني كمان يديني شجاعه في مواقف مع الناس التانية، يعني امتى فعلا اكون لطيفه، امتى اواجه يعني الشر بحزم، شجاعه مع نفسي شجاعه مع اللي قدامي. شكرا. احبائي، لا توجد خطيه نفعلها تجعل المسيح يرفضنا، ولا توجد حاله اخلاقيه نهوي اليها لا يستطيع المسيح الوصول الينا وانتشالنا منها. الحالة الوحيدة التي تبني حاجزا بيننا وبين المسيح أن نصر على الخداع ونصر على الإنكار. إن أتيناه صارخين طالبين أن يعالجنا قبل أن يلمس داءنا ويشفينا، سنجد أنفسنا في حضنه يغمرنا بحبه وحنانه. إنه لا يحتقرنا بسبب خطايانا ولا يشمئز منا مهما كانت حالتنا، لكنه لا مانع عنده أن يصدمنا إن كذبنا أو خدعنا أنفسنا وعشنا خطية الرياء. أصلي إلى الله أن يشفيني ويشفي كل محتاج من هذا الداء، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من المسيح الذي لم أعرفه، أترككم والرب معكم.